الدائرة الثالثة من دوائر المالتي فيدباك ميثود هي استخدام ممكن تصميم فلتر من الدرجة الثانية بنوع الباند باس فلتر، وهذه راح تكون هنا خلينا نقول انه دائرة استفاد من أدها في التطبيقات الإلكترونية. الاختلاف عن الدائرة الثانية أو الاختلاف عن دائرة اللو باس والهاي باس في هذه الطريقة أنه راح يكون عندي مقاومة هنا بالإدخال R1، مقاومة R2، C3، C4، وعندي المقاومة اللي موجودة بالفيدباك اللي هي R5. الترانسفير فاكشن الواصفة لهذه المعادلة اللي هي H of S تساوي هذه المعادلة ماتي راح تكون بالشكل التالي، أنه راح يكون عندي واحد على عندي R1 C4 هذه قوس مضروب في الفاكتور S باعتبار بالمقارنة مع الستاندر سكند أوردر باند باس فلتر لازم يكون عندي بالمقام العفو بالباص موجود عندنا الأس. هنا أنا عندي S سكوير بالمقام زائد واحد على R5 قوس واحد على C3 زائد واحد على C4 هذه كلها مضروبة في البارامتر S زائد خلي أفتح قوس هالشكل راح يكون الحد اللي عندي واحد على C3 C4 R5 هذه كلها مضروب في ضرب هنا عندنا في الحد اللي هو خلي اكتبهم اللي جوا اللي هنا واحد على R1 زائد واحد على R2 اسد القوس هنا اسد القوس الكبير. اوكي زين هسه البارامتر مالتنا بعد ما اقارن بالمعادله بالدرجه الثانيه مع الباند باس فلتر راح يكون عندي مقدار قيمة الـ H نوت راح يكون عندي مقدار قيمة الـ H نوت قيمة الـ H نوت راح تكون مساوية إلى واحد على R1 على R5 مضروبين في واحد زائد C4 على C3 هذا الحد الأول. إذن الحد اللي بعده اللي هي راح تكون عند المعادلة مالتنا بشكل التالي بعد عند البارامتر راح تحتاج الفاكتر اللي هو اي نوت او اي اللي هو يمثل واحد على الكواليتي على كيو راح يكون مساوي الى قوس عندي مقدار قيمة الار واحد في قيمة الار تو على ار ثلاثة قوس ار واحد زائد ار اثنين في سد القوس سي ثلاثة سي اربعة اسد القوس اس نص هذه واحد. احتاج بعد شنو حتى اكتبها اللي هنا حتى تكون بهذا الشكل مقدار قيمة الاوميجا نوت راح تكون مساوية الى او خلي اكتبها لوحدها مقدار قيمة الاوميجا نوت راح تكون مساوية الى قيمة الاوميجا نوت تساوي قوس واحد على سي ثلاثة سي اربعة ار خمسة. طبعا المعادلات شوية معقدة فاحتاج انه تركيز خاصة اذا ما تعطى بالامتحان، فبالتالي الطالب يحتاج انه يكون مركز لانه اي قيمة خطأ بهذه القيم بالمعادلات يعني راح يكون الديزاين مالتك خطأ. واحد على ار واحد زائد واحد على ار اثنين اس نص ويفضل انه تعطى للطالب لانه صعب حفظ هالشكل معادلات، فبالتالي المفروض انه انا اعطيها للطالب واطلب من عنده التصميم. زين هنا هسه بعد ما انه هذول المعادلات احتاج الى ديزاين بارامترز المعادلات اللي احتاجها بالتصميم، فبعد ما حددت مقدار قيمه الاتش نوت وقيمه الاي وقيمه الاوميجا نوت احتاج المعادلات اللي نستخدمها بالتصميم لاستخراج قيم الدائره. فهسه البارامترز مالتنا اللي راح نستخدمهم بالتصميم حتى تكون عندي البارامتر كلها معلومه، اولا انه راح افرض انه مقدار قيمه السي 3 تساوي لقيمة السي 4 وتساوي لقيمتها سي باعتبار هنا متسعتين اثنين عندنا وتساوي لي 0.1 مايكرو فارد هذه واحد. الخطوة الثانية حتى استخرج قيم المقاومات، قيمة المقاومة الأولى R1 راح تكون بدلالة قيمة البارامتر Q على H نوت أوميجا نوت في مقدار قيمة المتسعة سي 3 اللي سميناها سي خلي أسميها سي 3 حتى أنه لا أضيع عليك. قيمة R2 راح تكون مساوية بدلالة البارامتر كيو على اوميجا نوت سي 3 قوس عندي هنا 2 كيو سكوير ناقص 2 كيو سكوير ناقص قيمة الاتش نوت صار عندي قيمة المتسعات معلومة R1 وR2 فاحتاج فقط قيمة الR5 قيمة الR5
تكون مساوية إلى 2 من قيمة الار واحد في مقدار قيمة الاتشنوت. فبالتالي راح يصير عندي كل القيم هنا قيم العناصر معلومة، وبالتالي راح يصير عندي الديزاين لسكند اوردر باند باس فلتر معلوم.